انا ما بشتريهاش لانه هشوف الزباله، والزباله حوالينا في كل حته، في حوالين المدارس، حوالين الشوارع. اللي دفعني ان انا اعمل الالات الموسيقيه من الزباله هو فكره اني كتير نفسي العب على الالات وما بيكونش فيه فلوس. Historically, local community in Luxor has relied heavily on agriculture for its livelihood. The increased reliance on tourism coupled with the absence of a comprehensive and sustainable environmental plan have damaged the environment. طبعا بتكون المشاكل الاولى والاخيره هي عدم وجود فلوس، ما بتخليناش يعني بالعافيه بنقدر ندفع مثلا ايجار. دي المشاكل، الدعم، فكره الدعم للمشاريع اللي زي كده. الحكومه ما ادتناش فلوس، فممكن تدينا تشجيعات تانية بكتير، يعني ممكن تدينا مساحات.